يا صباح الخير يا اللي معانا واللي معانا دول مش شويه الاهلاويه موجودين في كل مكان ومنتشرين في كل دول العالم بالمناسبه من المصريين وحتى من غير المصريين. صباح الفل عليكم جميعا ونهاركم جميل ان شاء الله وباذن الله تسعدوا معانا في حلقتنا النهارده حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. صباح العسل. بونجور جدا. صباح الفل عليك يا كريم والهنا والسعاده والخير وكل حاجه حلوه علينا يا رب. دايما كده نبدا وعندنا نوع من الطاقه الايجابيه. انا بحب جدا الطاقه الايجابيه ويمكن ده بقى هنطبقه باذن الله كمان على يوم الجمعه والماتش المهم جدا واللي هو تحت عنوان يمكن تحدي كبير، تحدي طبعا. كبير للمنتخب، تحدي كبير لكيروش، تحدي كبير لكل اللي بيشكك كمان في منتخبنا او في قدره منتخبنا او في مستوى منتخبنا، تحدي كبير جدا لكل اللي بيثق في المنتخب. يعني بكل الزوايا خلينا نقول هو يوم ان شاء الله كده نقدر ان احنا نضع ثقتنا في المنتخب وفي نفس الوقت نامل ان احنا ننام مبسوطين وان احنا يعني نفوز، لان الفرصه الذهبيه زي ما بيتقال كده في الذهاب. انا مع الراي ده جدا طبعا. يا كريم طبعا. فان شاء الله التفاؤل يكون حلفنا حتى يوم الجمعه وننتصر ونشوف كوره حلوه زي ما بيتقال وكمان نتيجه يعني رائعه يا مسهل الحال. ما دي اللحظه اللي كلنا مستنيينها والله يا نهاوند. على كل الاحوال هنتكلم طبعا في هذا الامر في الجزئين الاول والثاني من حلقتنا النهارده. بالمناسبه الجزء الثاني من حلقتنا هينورنا في اول فقره حواريه في كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي السابق، وطبعا حديث بقى مطول حول رؤيته وتوقعاته لمباراتي مصر والسنغال ان شاء الله، واللي اكيد الاولى منهم هتكون يوم الجمعه الجاي باذن الله. الفقره الثانيه هتنورنا من خلالها دكتوره دينا ابو السعود وهنتكلم عن موضوع هو كمان مهم جدا الحقيقه، ويمكن اللافت للانظار ان بقينا نسمع ونشوف شباب يمكن شاب ما كملش 20 25 سنه ويقول لك انا لا مش قادر، الخمول، التعب، الارهاق. هي حاله عامه، حاله عامه بيعاني منها ناس كتير جدا في فئات عمريه مختلفه، وممكن ناس اصحاء، يعني ممكن جدا يبقى ناس رياضيين وبيعانوا من هذه الحاله. طبعا ده ليه شق نفسي. دكتور دينا دايما بتبقى حريصه ان هي توضح ان بيبقى في عامل نفسي، العامل النفسي ده بيبقى ليه علاج معين، لكن الجانب الصحي او البدني ده بيبقى في حاجه ثانيه خالص. صحيح. ممكن نقص فيتامينز، ممكن حاجات كتيره. ففقره اعتقد هتبقى مهمه جدا مع دكتور دينا وكريم، يعني انا انصح حضراتكم اكيد تتابعوها، واللي عنده سؤال من دلوقتي برضو يا كريم يبعت او اي استشاره طبعا كريم يعني على الهواء مباشره مع دكتور دينا اكيد هيجاوب على هذه التساؤلات. يلا بينا بقى نروح على السريع لمنتخبنا، وطبعا امبارح كان اول تمرين لمنتخب مصر بعد وصول كل المحترفين محمد صلاح والنني وتريزيجيه. طبعا كل اللعيبه ابتدوا التمرين امبارح باجتماع مع كيروش اللي اتكلم مع اللعيبه عن اهميه هذه المباراه وعن اهميه تحقيق حلم المونديال، طبعا الى جانب اسعاد المصريين، الشعب المصري كله اللي هيتابع هذه المباراه ولا سيما الجماهير اللي ان شاء الله هتحضر في الاستاد يوم الجمعه الجاي. بالمناسبه عايزين برضو نبقى نقول لكم يعني على مدار حلقه النهارده ان في شويه تعليمات امنيه يعني مهمه جدا لكل الناس اللي هتحضر هذه المباراه، هنقول لحضراتكم عليها كمان شويه علشان بس ايه ما حدش يخالف التعليمات من منطلق ان انا ما كنتش اعرف، اصل ما حدش قال لي، اصل ما كنتش واخد بالي، النوع ده من الامور ما فيش مساحه ليه. يعني ان شاء الله في لقاء يوم الجمعه الجاي محتاجين كمان كلنا ننقل صوره يعني رائعه في هذا اليوم، سواء من الجماهير وتشجيعها الراقي او من اللعيبه بادائها الراقي والنتيجه اللي كلنا بنحلم بيها، طبعا طبقا للي شفناه من منتخبنا في اخر اربع مباريات تحديدا في امم افريقيا، وبرده ده اللي قاله دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بالامس اثناء حضوره لتمرين المنتخب. انا معاك جدا. هو كان امبارح في رسائل حلوه قوي بعد المؤتمر الصحفي، يمكن تحديدا كمان سياده الوزير تحدث في كذا نقطه وكان في رسائل كتيره جدا بيوجهها. هو اتكلم عن انتظار الجماهير المصريه لظهور طبعا المنتخب الوطني امام السنغال باداء فني كمان قوي ومميز، ده اللي احنا عايزينه، هنقعد ناكد عليه. برضو يا كريم الفوز من غير طعم، ومن غير طعم بمعنى ان انت ما بتشوفش اداء كويس مش بيسعدنا قوي، خلي بالك. يعني حتى لما الا في ماتشات استثنائيه زي ده. انا مش عن نفسي مش عايز استصعب، انا عايز بس تقولي لي ان احنا فزنا وتاهلنا بس كده. ماشي يعني ما لا بس طبعا انت بتتكلمي صح طبعا. لما ما فزناش بكاس افريقيا برضو احنا ما كناش زعلانين، لان احنا اداء المنتخب في الاخر كان رائع جدا. فعلى كل حال احنا بنتكلم اللي انت بتحكيه ده هو اللي خلى ناس كتير وانا من ضمنهم نغير رأي عن حتى كيروش. رؤيتنا عن كيروش صح. انا متفق معاك جدا طبعا. لا كلام محترم، وكمان زي ما كنا بنتكلم استكمالا طبعا لنقطه سياده الوزير، هو تحدث ان يعني كل المصريين تتكلم ان ممكن يكون كل لاعب بيحمل وراه 10 مليون مصري، فاحنا عايزين نوصل الرساله وعايزين نعمل اكثر حاجه عندنا واكثر جهد ممكن ان هو يبذل على الارض علشان نسعد كل الجماهير المصريه وحتى الجماهير الغير مصريه اللي بتشجع منتخب مصر. خلينا نروح نتابع كده جزء من كلمه سياده وزير الشباب والرياضه ونرجع نكمل بحضراتكم. انا بشكركم جدا واهتمامكم بمنتخب مصر فريق قومي،
ودي رسالة بنقولها لكل الجماهير المصرية. كلنا لازم نشجع منتخب مصر ونشجع فريقنا. هم عندهم روح معنوية عالية جدا وحاسين بمدى المسؤولية وأهمية المسؤولية. أنا اتكلمت معاهم في الحقيقة كلهم عندهم روح عالية. إحنا بنوفر ليهم كل الوسائل واتحاد الكرة معاهم يشوف شغلهم. عندنا جهاز فني ومدير فني على أعلى مستوى. عندنا فريق كويس جدا. ما نقعدش نقول أصل والفريق التاني. الفريق التاني إحنا في رأيي لم نهزم. إحنا يمكن 4 مباريات إكسترا تايم والماتش الأخير ما كانش عندنا 2 باك رايت للإصابات وخلافه. وعندنا الستوبر الرئيسي وعندنا حارس المرمى الرئيسي مش موجودين. ومع هذا اتعادلنا وإكسترا تايم والبناليتيز دي يعني فيها توفيق. فريقنا قوي إن شاء الله رب العالمين. المهم يأدوا بشكل كبير جدا. القدر ده بتاع ربنا واحنا وراء المنتخب القومي وان شاء الله نتفائل دايما بالخير هنا وربنا يكرم ان شاء الله في السنغال. طيب ده كان جانب من كلمة او تصريحات السيد وزير الشباب والرياضة. تعالوا بقى نروح للخطة الأمنية الموضوعة من الشركة الإفريقية طبعا تحت إشراف سيادة اللواء محمد نبيل الدسوقي لتأمين مباراة مصر والسنغال. بالفعل هي خطة تأمينية شاملة بالمعنى الحرفي وتم إجراء مجموعة من البروفات كمان على كيفية تأمين هذا اللقاء بكافة السيناريوهات ويعني المتوقعة. الخطة هتشمل وجود مبدئيا كده فريق كامل متخصص لتأمين محمد صلاح بالإضافة لثلاث دوائر أمنية في الإستاد ما بين تأمين الملعب وما بين تأمين المدرجات وكمان تأمين الأبواب. كل ده إلى جانب طبعا يعني تأمين بعثة السنغال وتأمين يعني الحكام اللي إن شاء الله اللي هيكونوا متواجدين في هذه المباراة. طيب احنا على كل حال يعني بص احنا كل اللي بنأمله ان اليوم ده يعني يمشي بطريقة سلسة وفي نفس الوقت يمشي بطريقة فيها نوع من التنظيم اللي تليق ب يعني حقيقي مصر. مش هنتكلم بس ان هي تليق بمنتخب مصر، تليق بمصر. المنتخب مصر ده في الاول في الاخر بيتكلم او بيعبر عن مصر يا كريم، واحنا ك 60,000 متفرج ان شاء الله يوم الجمعه برضو بنعبر عن مصر. فالصوره اللي احنا عايزين نصدرها تبقى صوره راقيه، وعلى فكره احنا ما عندناش شك ان ده هيحصل بس لازم ناكد عليه. وفي طبعا تحذيرات كتيره جدا وممنوعات تم وضعها من قبل طبعا الهيئه المنظمه، واتقال ممنوع يعني الحاجات المعتاده بتاعت الاستادات. بس من الحاجات اللي لفتت نظري كمان يا كريم اللي كان ممنوع على سبيل المثال السجائر الالكترونيه يعني واي بطاريات واي باور كل بانك، كل الحاجات دي ممنوع، كحول ممنوع، اي في عصايه اطول من 50 سنتيمتر، حاجات زي كده كتيره جدا، واي لافتات او تيشرتات فيها شيء من العنصريه. بس انت كنت بتتابعني امبارح في الراديو. الله عيب عليكي، عيب عليكي. خلينا ناخد على التليفون عشان مزيد من التفاصيل سياده العميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات بالمجموعه الافريقيه المسؤوله عن تامين مباراه مصر والسنغال. سياده العميد مساء الخير على حضرتك. ازاي مساء الخير؟ صباح الخير على حضرتك. ما رحناش بعيد يا فندم، ما رحناش بعيد. صباح الاهلي. صباح الخير. صباح الفل. والله الواحد بقى متلخبط صبح وليل. اهلا بحضراتكم واهلا بالساده المشاهدين. اهلا. طيب سياده العميد يعني حضرتك اكيد سمعتنا احنا بنتكلم وبقالنا فتره ويومين تقريبا كل المنابر الاعلاميه بتتحدث عن يوم الجمعه وهذا اللقاء المرتقب، وطبعا في جوانب كتيره جدا محتاجين ان احنا نطمن عليها. خلينا نروح للشق التاميني والتجهيزات والتنظيم مع حضرتك سياده العميد، اتفضل. طبعا انا الجمعه طبعا مباراه مصر والسنغال ده موعد جديد في جمهوريه مصر مع حدث مهم ان شاء الله ينتهي على خير ونصعد منه لنهايه كاس العالم من هنا من مصر دون الانتظار لمباراه السنغال. انا من خلال برنامجكم انا بحب اوجه شويه نصائح للساده المشاهدين اللي هم هيحضروا المباراة. حضرتك علشان تحضر المباراة لازم يبقى معاك الفان اي دي والتذكرة اللي هم مستخرجين من شركة تذكرتي. كويس. طيب حضرتك استاذة نهاوند حجزتي التذكرة بتاعتك درجة أولى أو مقصورة وعايزة تعرفي تدخلي الاستاد منين؟ احنا لينا فترة مفيش مباريات كتير في الاستاد وأغلبية الجماهير ما يعرفوش منين يروح الاستاد أو إيه البوابة المخصصة. كويس. طيب أنا دلوقتي أول حاجة لو كانت التذكرة بتاعتي مقصورة رئيسية أو درجة أولى هدخل من باب آلة رشدان. باب آلة رشدان ده الباب الرئيسي للاستاد القاهرة اللي هو مطل على مسجد آلة رشدان اللي هو في مساكن القوات المسلحة في امتداد رمسيس. ده الباب الغربي ده يا فندم صح كده؟ يا فندم؟ ده الباب الغربي.
ده يعتبر الباب الغربي صح كده تمام مذاكره في هو فعلا ده يسمى الباب الغربي للاستاد تمام ده هيدخل المقصوره الرئيسيه الدرجه الاولى يمين ويسار وعلوي وبرده الساده الحاضرين اللي مخصص ان هم يدخلوا بعربيات الركوب مخصص دخول من هذا الباب اي حد معاه سياره وليه تصريح دخول يدخل من اله رشدان كويس جدا طيب لو انا حاجز تذكره درجه ثانيه وعايز ادخل اتفرج على الماتش ادخل منين الدرجة الثانية يا فندم هيدخل من باب يوسف عباس، باب يوسف عباس في شارع يوسف عباس أمام محطة مترو استاد القاهرة الخط الثالث اللي هم الناس بقى اللي جايب المترو ينزل الخط الثالث محطة المترو يلاقي الباب بتاع الاستاد في وش المحطة. هيدخل على مدرجات الثانية الموحدة سواء كان علوي أو سفلي، برضو حضرتك الباب ده مخصص لدخول الزملاء الإعلاميين والصحفيين لأن المركز الإعلامي في الدرجة الثانية. تمام. هيدخل برضو من باب يوسف عباس. طيب كده عرفنا الدرجة الأولى والدرجة الثانية والمقصورة، فاضل لنا الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة متقسمة درجة ثالثة يسار ودرجة ثالثة يمين. لو التذكرة بتاعت حضرتك مكتوب فيها الدرجة الثالثة شمال يبقى حضرتك هتدخلي من مدرجات من باب صلاح سالم صحيح. ده طبعا المدرج الشهير بتاع النادي الأهلي، الدرجة الثالثة شمال، كل جماهير النادي الأهلي سمعانا عارفة طبعا وحافظة الباب ده اللي هو الباب بتاع صلاح سالم صحيح. هو من عند دار المدرعات وهيئة الاستعلامات. منه الى مدرج الدرجه الثالثه شمال. طيب لو انا درجه ثانيه يمين يبقى هدخل من باب الاوتوستراد اللي هو مطل على طريق النصر ما بين نادي الزهور وما بين النصب التذكاري، في شارع مؤدي يدخل على طول على الدرجه الثالثه يمين. طب والاتوبيسات بتاعت اللعيبه بقى والحكام؟ اتوبيسات اللعيبه مخصص ليها حضرتك باب اللي هو من الشارع الجانبي من جنب نادي الزهور، ده بعيد خالص عن مسار الجماهير، وزاره الداخليه فرض خط سير بعيد عن الاربع ابواب لدخول الاتوبيس اللاعبين واتوبيس الحكام عشان مش في تعرض ما بين الجماهير. كويس جدا. لا يعني دي اول نقطه انا احب اوجهها للساده المشاهدين ان تعرف تدخل منين. كويس قوي. ايه تاني ممكن التانية. ارشادات يا فندم اتفضل. نعم. ايه تاني ممكن حضرتك تفيدنا بيه اتفضل. النقطه الثانيه فتح الباب وغلق الباب. انا عندي توقيتات رئيسيه وزاره الداخليه حطاها هي فتح الابواب اعتبارا من الساعه 2 وغلق البوابات الساعه 7. طيب انا عايز اجي الماتش يبقى ما ينفعش اجي ظابط نفسي على الساعه 7 الا ربع واجي اقف قدام الباب طبعا. هيبقى في نوع من الصعوبه طبعا. انا عندي وقت طويل، ادي وقت لعناصر الامن سواء كانت في وزاره الداخليه من خارج الاستاد او عناصر الامن الشركه الافريقيه والمنظمين من داخل الاستاد ان هم يقدروا ياخدوا اجراءاتهم لان في تفتيش وكلام زي كده. فانا جاي اضبط نفسي في توقيت خلال التوقيتين اللي هو فتح وغلق اقدر ادخل بسلاسه وبسهوله وبيسر. طب على صعيد بقى الاجراءات الاحترازيه يا فندم، واحنا برضو طبعا لسه يعني لم يخلو الامر من المتحورات الكورونيه، فهل دي برضو من النقاط المتاخده في الاعتبار فيما يتعلق بمساله التامين؟ طبعا هو طبعا شركه تذكرتي فرض على استخراج الفان اي دي والتذكره ما يفيد بالتطعيم، يعني هو كل حد داخل الماتش اوريدي احنا متاكدين ان هو واخد التطعيم اللازم للوقايه من فيروس، بالاضافه الى الاجراءات الاحترازيه عناصر الشركه هتاكد على ان الناس تلبس الكمامات والتحرص احنا طبعا خلاص اخذنا من الوعي في الفتره اللي فاتت ان احنا خلاص بقت دي حاجه من عاداتنا اليوميه، موضوع الاجراءات الوقائيه دي بقت خلاص حاجه في طبيعنا، خلاص الحمد لله قدرنا ان احنا يعني نعدي مرحله التوعيه، الناس كلها الحمد لله بنسبه كبيره بقت بتعمل الاجراءات من نفسها، ولكن طبعا لازم ناخد الحذر في خلال التجمعات. طب انا ممكن اسال برضو سؤال له علاقه بالتنظيم الخاص بيه مثلا، معلش لان دي كانت مشكله في الفتره اللي فاتت، مثلا الحمامات هل في اماكن مثلا لبيع زي كافيهات او حاجات كده؟ لان ممكن يبقى في اعمار مختلفه رايحه فممكن يبقى فيها. لا انا بطمن حضرتك ان هيئه الاستاد، هيئه استاد القاهره والاداره بتاعت الاستاد موفره كل اللوجستيات الخاصه بتسهيل على الساده المواطنين اثناء تواجدهم في الاستاد، وفي نقاط طبيه كتيرة وعربيات إسعاف منتشرة، ويعني في الصراحة اتحاد الكورة واللجنة المنظمة لخروج الماتش ده لبر الأمان عاملة جهود مكثفة من أول توجيه السيد الوزير الشباب والرياضة مرورا بكل جهات اتحاد الكورة، طبعا اجتماعات مكثفة لا شك. أنا بطمن حضرتك وبطمن السادة المشاهدين إن كل اللوجستيات الخاصة بتأمين المباراة سواء كان طبي أو إعاشة أو
ما شابه يعني كل دورات المياه والاماكن المخصصه لبيع المأكولات والمشروبات، كل ده متوفر ان شاء الله. هيبقى يوم جميل إن شاء الله. مش عايزين الساده المشاهدين يبقوا قلقانين من اي حاجه، ان شاء الله يعني يبقى عرس ونحتفل بنهايته بصعود منتخبنا ان شاء الله. يا مساهل يا فندم، بشكرك جدا جدا على هذه التغطيه والمداخله سياده العميد، شكرا ليك. مداخله مهمه جدا طبعا. كل اللي اتقال فيها في منتهى الاهميه، وعلى فكره حتى الجزئيه بتاعت مين يدخل منين، لان في ناس كتير بتروح عند الاستاد وتلوش. صح لان خصوصا دلوقتي انت بتتكلم مؤخرا تم يعني تجديد الاستاد، وبقى فتره طويله جدا ما حدش راح، ما فيش جماهير بهذا العدد، فلازم كان يتم توضيح طبعا هذه النقاط. لكن في برضو عايزه اروح معاك لنقطه مهمه جدا، فكره برضو هنا التامين في الداخل، يعني الموضوع مش هيتم بالشكل السليم مهما حصل الا لو الناس التزمت. يعني احنا علينا شق كبير جدا التنظيم، زي ما حضراتكم شايفين الشركات المسؤوله، الجهات المسؤوله بتعمل فعلا اللي عليها، الباقي احنا اللي علينا نعمله. فنتمنى ونامل كلنا، يعني حتى مننا اللي هيحضر واللي مش هيحضر، ان احنا نكون خايفين على المشهد، نكون حريصين ان المشهد يطلع بشكل يليق بمصر. هي دي النقطه بس اللي احنا عايزين ناكد عليها. من الحاجات الحلوه في الخطه التامينيه اللي كان بيكلمنا عليها سياده العميد، قائمة الممنوعات، تحسي ان هم ايه شالوا من خلالها كل عناصر الشغب عند اي حد عنده نزعة شغب اصلا. الناس اللي بتدخل مثلا معاها اللي عارفه بتاعه الليزر اللي هم بيعموا بيها بعين زمان طبعا كانت برضو مشكلة من ضمن قائمة كبيرة. الممنوعات طبعا. يعني في حاجات كتيره انا بس حلوة. عندي رجاء واحد لان ده بيحصل وانا عارفه انه هيحصل ولسه هيحصل قدام، في ناس بتروح ومعهاش تذاكر. يعني تاني هقول لحضراتكم والله الموضوع مضحك بس للاسف واقع يا كريم، في ناس ما زالت بتروح الاستاد وهي ما عند او تروح اي ايفنت وهي ليست مدعوه او معهاش تذكره. بقول لحضراتكم وباكد علشان يعني بدل توفروا المعاناه، اللي ناوي يعمل حاجه زي كده على اساس ان هو ممكن حد يدخله ويدخل وسط الزحمه، ده لن يحدث لن يحدث. الموضوع فيه تنظيم ومراقبه شديده جدا، اللي معهوش تذكره بالشكل السليم اللي هو استخرجها منه مش هيدخل. فنوفر بس على نفسنا المجهود والمشاكل اللي ممكن ان هي تيجي جراء هذا التصرف الغير مسؤول، فنتمنى بس الالتزام مش اكتر يعني. نروح بقى لاخبار النادي الاهلي، وعايزين نقول لحضراتكم ان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي استقبل امبارح الشيخه نعيمه الاحمد الصباح، طبعا رئيس مجلس اداره نادي سلوى الرياضي الكويتي، في حضور المهندسه مي عاطف عضو مجلس اداره النادي. اكدت الشيخه نعيمه الاحمد الصباح ان هي حرصت على زياره النادي الاهلي خلال تواجدها في القاهره طبعا للمشاركه في فعاليات الملتقى الدولي الاول لرياضه المراه العربيه، تاكيدا على العلاقات المميزه اللي بتربطها بالنادي وبمسؤولي النادي، واكدت كمان على شعبيه النادي الاهلي الكبيره في دوله الكويت. أشادت بما تحققه طبعا قطاعات النادي الأهلي المختلفة من نجاحات والكثير منها غير مسبوق على كافة الأصعدة، وأشارت إلى أنها بتتطلع إلى تعزيز التعاون مع النادي الأهلي أكيد للاستفادة من خبراته وإمكاناته الكبيرة في كافة المجالات. أضافت أن هناك أهداف مشتركة بين منظومة عمل النادي الأهلي والملفات اللي بتهتم بها في دولة الكويت، وأبرزها تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجال الرياضي على وجه الخصوص. في ختام الزيارة دي قامت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح بجولة داخل مقر النادي بالجزيرة، والتقطت الصور التذكارية أمام دولاب البطولات والنصب التذكاري للشهداء وأيضا ملعب مختار تيتش، وكمان تبادلت الدروع مع الدكتور سعد شلبي تأكيدا على يعني العلاقات الطيبة والوطيدة اللي بتربط النادي الأهلي بكافة الأندية العربية وأكيد في مقدمتها الأندية الرياضية في دولة الكويت الشقيقة. عايز اقول لك على حاجه بقى بصراحه، لان تاني لما تيجي تتكلم او تقول نقطه او تقول معلومه انت ما بتقولهاش من فراغ، لما بتكلم عن النادي الاهلي انت بتقولها بناء عن واقع وعلى الارض الكلام ده موجود. النادي الاهلي له عشاق كتير جدا جدا مش مصريين على فكره، ولما بنسافر بره وبيعرفوا ان احنا مصريين بيسالونا اهلاوي ولا ايه، بنقول اهلاوي يقول لك بس هو ده. فالاهلاويه كتير قوي 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 بجد يعني، والناس اللي هي حتى بتحب مصر تحس ان هي ايه بتقول لك احنا بنحب مصر واحنا اهلاويه، دي بسمعها كتير جدا، اكيد انت كمان سمعتها يعني طبعا. مع الاحترام لكل الانديه والانتماءات الاخرى، بس انا بقول لحضراتكم انا بنقل الواقع، فعشق النادي الاهلي موجود طبعا عند الكثيرين، فدي حاجه اكيد بتسعدنا في الاول وفي الاخر، وده بيدل على عظمه هذا الكيان. وبرده تاني ده مش كلامنا احنا ومش شعاراتنا، ده واقع على الارض. التاكيد برده على كلامي اللي يمكن الخبر اللي جاي معانا، لان في رابطه ما بينهم كبيره جدا، لجنه العضويه بالنادي الاهلي برده برئاسه طبعا الاستاذ طارق قنديل وعضويه طبعا محمد الغزاوي عضو مجلس الاداره، استقبلت امبارح دفعه بقى جديده جدا
جدا. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده على فكره، وقلنا ان ما زال هناك طلبات كتيره جدا لحصول على عضويه النادي، سواء طبعا بنتكلم العضويه العامه او الافرع، ده قبل طبعا زياده الرسوم، وكنا نوهنا احنا من فتره على هذا الموضوع، وقلنا ان دي هتكون فرصه برضو للراغب ان هو يحصل على عضويه النادي الاهلي. ففي اقبال عايز اقول لحضراتكم عظيم جدا وكبير جدا للحصول على عضويه النادي والانضمام لعائله الاهلي والاستفاده طبعا من الخدمات المقدمه للاعضاء اللي شفناها والطفره الانشائيه اللي شفناها كل حاجه. برضو انا بحب دايما اتكلم تاني وناكد على الارض، شفنا كل اللي احنا بنتكلم فيه، كل الوعود اللي احنا كنا بنتلقاها وكل الكلام اللي احنا والخطط اللي احنا كنا بنشوفها من قبل مجلس الاداره طبقت على الارض وموجوده، واي حد دلوقتي يقدر يروح اي فرع من افرع النادي هيلاقيها، سواء فرع الجزيره، فرع مدينه نصر، الشيخ زايد، التجمع الخامس، كل ده على ارض الواقع. يعني اعتقد ان هو ظاهر بشكل كبير جدا. في الاول والاخر انت بتقدم حاجه بتليق باسم النادي الاهلي وبتليق بالاعضاء وبالجماهير، فحاجه حلوه ان احنا نعرف ان لسه في اقبال شديد جدا وما زال وسيستمر هناك اقبال شديد جدا. طبعا بس ده هيتم بقى بالتنسيق مع يعني اللجنه، لان عشان ينظموها ازاي يعني، فحاجه اعتقد مناسبه جدا. جميل، هنطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل، اتفضل. يا اهلا بحضراتكم، عوده مره ثانيه على 10 الصبح في الاهلي، وكمان رجع لنا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك، معلش كان في مشكله في الاتصال في المره الاولى. مفيش مشكله كريم، يعني حضرتك اهلا بيك يا دكتور، ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. دلوقتي عايزين حضرتك تطمنا بقى على الوضع وحاله الطقس ان شاء الله خلال الكام يوم الجايين، وخصوصا يوم الجمعه ان شاء الله عشان ماتش مصر والسنغال. وان شاء الله ال 48 ساعه الجايه ما زال فيها الطقس يكون بارد في فترات النهار من شديده البروده في فترات النهار. يوم الجمعه ان شاء الله هتقل كميات السحب وتقل فرص هبوط الامطار الموجوده حاليا على السواحل الشماليه ومناطق الوجه البحري، واللي فيها فرصه على مناطق من القاهره. امطار خفيفه على مناطق متفرقه من القاهره النهارده بنطلع وبنرتفع. لكن في الجمعه في اي فرص لسقوط امطار في الوجه البحري والبحيره الكبرى. ايضا السواحل الشماليه كل فيها كميات حب وكميات امطار بشكل كبير. ولكن فترات النهار في نشاط فيها بنزود شويه من انخفاض درجه الحراره. بس ده الملاك الشتويه لسه معانا لغايه يوم الجمعه بشكل. ده اللي كان حاصل عموما اليومين ثلاثه اللي فاتوا، برضو كلنا خدنا بالنا ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، واللي زود الشعور بده فعلا يعني حركه او نشاط الرياح. فهل ده برضو متوقع الاستمرار في التقلب، ولا اللي احنا بنشهده ده خلاص بقى دي يعني ايه نهايات موسم الشتاء؟ هو نهايات تعتبر موسم الشتاء، وده يعني اجواء متقلبه شديد وانخفاض درجات الحراره حتى نهايه الاسبوع الرئيسي من الجمعه. فطبعا اللي بيتفرج على مباراه سواء في الاستاد او في السفريات بره يكون ملتزم بالتدريبات الشتويه الثقيله طبعا عشان تحصل تزايد درجه. لكن ان شاء الله مع بدايات الاسبوع القادم هتبدا درجات الحراره ترتفع نسبي في المسائل. تمام، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا دكتور على وجودك معانا في حلقتنا النهارده، شكرا جزيلا. برضه الصوت ما كانش احسن حاجه، ما عشان كده احنا مش عارفين حتى نطول قوي في الاسئله، بس يعني بس على كل حال خدنا يعني صوره سريعه عن الوضع يعني. بالظبط كده، ويوم الجمعه كمان تحديدا اكيد يهمنا نعرف الاجواء هتكون ازاي وقت المباراه. خلينا دلوقتي نتابع زي ما احنا متعودين اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه والانشطه. مراسلتنا العزيزه منى ابراهيم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى صباح الخير، بصبح عليكي انا وكريم كل جماهير 10 الصبح في الاهلي، اتفضلي. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي، وكمان أخبار رياضية أهلاوية كمان جديدة. وزي ما قلتي أنا هوندنا في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة علشان ننقل لكم آخر وأهم أخبار النادي الأهلي وكل فرق الرياضية المختلفة. طبعا يعني خلوني في البداية أقول لكم إنه في عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي بدأ بالتوافد فعلا على المقر هنا، مقر النادي هنا بالجزيرة، في عدد كبير من الأعضاء موجودين من ساعة تقريبا من دلوقتي. كمان درجة الحرارة يعني دي يمكن اللي مساعدة او مشجع عدد كبير من الاعضاء ان هم يبقوا موجودين يستمتعوا بوقتهم في الجو. دلوقتي درجه الحراره من داخل النادي هنا 14 درجه والجو مستقر الى حد ما.
خلوني اقول لكم انه الفريق الاول طبعا لكره القدم في راحه وفي اجازه لالتقاط الانفاس بعد طبعا ضغط المباريات الكبير اللي كان في الفتره اللي فاتت، لكن دلوقتي او يعني من شويه كنت طبعا يعني بتكلم مع اعضاء النادي، كان في احاديث جانبيه كمان وكل الكل بيتكلم عن مباراه منتخبنا الوطني مع السنغال يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله بالليل. طبعا يعني كله بيتكلم عن توقع المباراة، توقعات المباراة هتمشي ازاي، او تشكيل المباراة لمستر كروش خطته هتكون ازاي، بس ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ان شاء الله يحققوا الفوز قبل مباراة العودة اللي هتكون يوم الثلاثاء القادم 29 مارس في السنغال. كمان إدارة النادي طبعا في كل المقرات كالعادة في المباريات المهمة للنادي الأهلي أو حتى لمنتخبنا الوطني بتستعد بشكل كبير إن هي تستقبل أكبر عدد ممكن من الأعضاء في الثلاث أفرع للنادي، سواء المقر الرئيسي في الجزيرة أو مدينة نصر والشيخ زايد، كمان من خلال الشاشات العرض اللي بتكون كبيرة إن هم يستمتعوا بمشاهدة الماتش. خلونا بقى نبتدي اخبارنا النهارده وفريق اليد رجال تمرينهم النهارده على صاله الامير عبد الله الفيصل، وبيستعدوا لمواجهه نادي سبورتنج يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله 29 مارس في اول مباريات الدوره المجمعه الثانيه والاخيره من بطوله الدوري. طبعا الجهاز الفني الجديد بيحاول ان هو يستعيد قوى الفريق بشكل كبير بعد الفتره الاخيره، سواء اشتغل بشكل مكثف جدا بدنيا وفنيا كمان علشان يستعيد قوى الفريق مره ثانيه. كمان اللاعب او لاعب الفريق عمر سامي اللي كان عنده اصابه من فتره في القدم بيواصل لسه استعداداته وبيواصل البرنامج التاهيلي والعلاجي علشان يرجع بشكل قوي للملعب ان شاء الله مره ثانيه. اما سيدات اليد بقياده المدير الفني كابتن يحيى يوسف، يعني امبارح طبعا زي ما شفنا المباراه كانت قويه بين نادي سبورتنج ونادي الاهلي، خسروا من يعني خرجوا ما تاهلوش للنهائي كاس مصر، لكن كانت مباراه صراحه قويه او مختلفه شويه. في الاول قدر فتيات او لاعبات نادي سبورتنج ان هم يخلصوا الشوط الاولاني بفرق كبير 15-8 لصالح نادي سبورتنج، ولكن وطبعا الفارق زاد اكبر مع بدايه الشوط الثاني، لكن قدرت لاعبات النادي الاهلي ان هم يحاولوا يعملوا ريمونتادا قوي وسريع، قدروا ان هم يقللوا الفارق ده، لكن في الاخر ما كانش في نصيب او ما كانش في حظ كافي ان هم يقدروا يكسبوا الماتش بعد حتى ما حاولوا يعملوا ريمونتادا بالقوه دي، وانتهت المباراه بفرق نقطه واحده بس 26-25 لصالح نادي سبورتنج هيلعب إن شاء الله على المركز الأول والتاني في مباراة النهائي هتبقى ما بين نادي الطيران والزمالك، الكسبان منها هيواجه نادي سبورتنج على المركز الأول والتاني، والخسران هيواجه النادي الأهلي على المركز الثالث والرابع. كمان الجدير بالذكر إن فتيات النادي الأهلي لكرة اليد هم حاملين لقب البطولة اللي فاتت بعد ما كسبوا على في مباراة النهائي أمام نادي الزمالك. واستكمالا لاخبارنا النهارده والعاب الصالات، فريق الاول لكره السله رجال النهارده بيتمرنوا الساعه 2 العصر استعدادا للمواجهه الثالثه مع نادي مصر للتامين من بطوله الدوري السوبر للمحترفين، كانوا فازوا في المباراتين السابقتين وده طبعا بيست اوف 3، خصوصا انه يعني خسبوا الماتشين اللي فاتوا. مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني للفريق بيحاول ان هو يكسب المباراه اللي جايه علشان يتاهل للدور القادم ان شاء الله من البطوله. اما سيدات الاهلي امبارح طبعا هم دلوقتي في معسكر في برج العرب في اسكندريه وبيستعدوا بشكل قوي لمباريات دوري السوبر امام هليوبلس، بكره ان شاء الله في المواجهه الثانيه من دوري السوبر للمحترفات، فازوا امبارح برضو على نادي هليوبلس بنتيجه 92-82 ومباراه شهدت تالق كبير محترفه الفريق اتالي لوكس اللي لوحدها كانت احرزت 26 نقطه من اصل 92. كمان يعني يمكن لاعبه الفريق سرايا محمد طبعا من اهم او يعني احد ابرز واهم لاعبات الفريق، كانت مصابه من فتره بقطع في الرباط الصليبي، هي دلوقتي في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي ان شاء الله ينتهي على خير وترجع مره ثانيه للمباريات والفريق. اما سيدات الطايره فتمرينهم النهارده الساعه 7 ضمن منافسات طبعا يعني بيستعدوا عفوا بشكل قوي لمباراه وادي دجله يوم الاحد اللي جاي في نصف نهائي بطوله الدوري، والفريق كله الحمد لله بدون اي اصابات.
واخيرا رجال كره الطايره بقياده كابتن محمد مصلح بيواصل استعداد الدور النصف نهائي من بطوله الدوري. الفريق كان نجح في انه يتخطى عقبه نادي هليوبلس في المباراه اللي جايه وهيلاعب نادي الزمالك في الدور اللي جاي من البطوله. يعني انا هوندي كريم، دي كانت كل اخبارنا من داخل المقر الرئيسي بالنادي الاهلي بالجزيره. العوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو. اتفضلي يا هوندي. مشكورك جدا، احنا كمان يعني على هذه التغطيه الرائعه منك يا منى، شكرا جدا. ويمكن من الباك جراوند نقدر ناكد كلامنا ان فعلا الجو بقى مستقر او في شمس، يعني في اجواء اعتقد كويسه، وده برده منعكس على الاعضاء، في ناس كتير جدا في الباك جراوند، يعني ده واضح ان كمان ده المدخل، فمن جوه اكيد في ناس كتير. عايز اقول لك الاعضاء بيروح من بدري جدا، اول ناس جداً. كمان كبار السن دايما. طيب ده وان كان على الشمس ما تستعجليش يا ست الكل، الفتره الجايه ان شاء الله هتبقى مليانه شمس، وفي بعض الاحيان بتبقى يعني حارقه الحقيقه، ربنا يهون. طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي للصحافه الرياضيه، مقر جريده الجمهوريه، موجوده هناك زميلتنا العزيزه نورهان طمان اللي هتقول لنا على اخر المانشيتات واهم الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع، وكمان هيكون ليها لقاء مع الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بالجريده. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلت يا كريم، احنا هنا من مقر جريده الجمهوريه نطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم، ومعانا طبعا استاذ حسام الغرباوي الصحفي بجريده الجمهوريه زي ما قلت يا كريم للتعليق على منشطاتنا واخبارنا. واول منشط معانا من موقع القاهره 24، اليوم كاف يجتمع لتحديد موعد ومكان نهائي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه. أما تاني منشط فمن جريدة الجمهورية، برونزية محمد إيهاب في الأولمبياد تتحول إلى فضية. وآخر منشط معانا من جريدة الشروق، الاتحاد السنغالي علينا الحذر، مصر مرشحة للتأهل إلى كأس العالم. دي يمكن طبعا منشطاتنا اللي معانا النهارده، وللتعليق عليها معانا طبعا الناقد الرياضي الاستاذ حسام غرباوي الصحفي في جريده الجمهوريه. برحب بحضرتك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك وبالزملاء في الاستوديو. يمكن اول منشط معانا عن نهائي دوري ابطال افريقيا وتحديد يعني المكان او البلد اللي هتستضيف هذا الحدث. يمكن في تقرير موقع القاهره 24 قال انه مصر من ابرز البلاد المرشحه لاستضافه نهائي دوري ابطال افريقيا ونهائي كاس الكونفدراليه. تعليق حضرتك. شيء طبيعي طبعا ان تبقى البوصله متجهه ناحيه مصر بقوه، يعني طبعا مع الاحترام للجزائر او كوت ديفوار او اي دوله ثانيه، لان مصر طبعا حققت نجاح باهر جدا وقت كورونا وقدرت تستضيف كاس العالم لكره اليد بجميع الاجراءات الاحترازيه الرائعه اللي ابهرت العالم، حتى اليابان قدرت تستضيف الاولمبياد او اللي فاتت بعد ما مصر ادتها الدفعه المعنويه الكبيره، فمصر تمتلك قدرات كبيره وخبرات طبعا بعد اللي حصل ده. فانا شايفها بصراحه من وجهه نظري، مش عشان انا مصري، انما تستحق، لان احنا فعلا نمتلك الامكانيات. طيب تاني منشط معانا، ويمكن أزمة المنشطات دايما في الألعاب أو الدورات الأولمبية لم ولن تتوقف، يعني رباع كازاخستاني بيتم سحب الميدالية الذهبية منه وزن 77، يمكن ده زي ما قال طبعا تقرير الجمهورية، وبناء عليه بيقفز بطلنا المصري محمد إيهاب من ميداليته البرونزية لميدالية فضية. أزمة المنشطات في الألعاب الأولمبية بشكل عام، حضرتك شايفها إزاي؟ طبعا هي مش هتنتهي يعني، ولكن طبعا من خلال الإجراءات القوية والردع القوي ده أكيد هيبقى في اللاعبين أو الرباعين أو أي لعبة تانية أكيد هيبقى واخدين بالهم في البطولات القادمة، لأن احنا شايفين هو في قرار تم اتخاذه وتم استبعاده وحرمانه من الميدالية الذهبية، ولكن الحمد لله ان ده حصل عشان ربعنا وبطلنا محمد ان هو يحصل على الفضية، لان دي طبعا هتدي له دفعة معنوية قوية جدا، خاصة بعد حرمانه من طوكيو قبل كده بسبب ان كان في مصر في عقوبة يعني، ولكن ده ان شاء الله تدي له دفعه معنويه قويه، وان شاء الله باذن الله جاي ياخد الذهب باذن الله. طيب يعني طبعا مواجهه السنغال ولا صوت يعلو فوق صوت مواجهه السنغال، ان شاء الله المقرر اقامتها يوم الجمعه المقبل في طبعا المباراه الفاصله اللي هتحدد من المتاهل لمونديال 2022. حضرتك شايف المباراه دي ازاي والناس كلها منتظراها بفارغ الصبر والخوف والقلق والتوتر؟
لا طبعا احنا هي اكيد هتبقى مراقبه قويه جدا، لان طبعا احنا بننافس على التاهل للمونديال بشكل قوي. احنا شفنا المباراه في الاخيره ما بيننا وبين السنغال كانت قويه جدا، وده شيء طبيعي، ولكن انا باذن الله اتمنى طبعا مصر تفوز، ولكن من خلال ان احنا نبقى السنغال بقى كتاب مفتوح زي ما بنقول، شايفينه كويس، عندنا اوراقنا رابحه كبيره جدا، وفي مقدمتهم محمد صلاح، وده شيء طبيعي ان هم خلاف محمد صلاح. يا استاذ حسام، مين اللاعب اللي حضرتك شايف ان هو هيكون له دور كبير في المباراه دي؟ طبعا دمام قفشه اكيد هيبقى ليه دور كبير جدا، زيزو يعني كان قدم بشكل قوي جدا، وهيبقى طبعا املنا مع مصطفى محمد باذن الله هيكون ليهم دور كبير. طبعا احنا عندنا خط النص السوليه مع النني هيقفل لنا كويس، مع طبعا الشناوي ان شاء الله، فانا شايف ان احنا قريبين جدا، وشرط ان احنا نشيل من دماغنا حته ان السنغال او مصر من اقوى دول افريقيا، وان شاء الله هتحقق ده، خاصه ان احنا تطورنا كتير واغلب لاعبينا بقوا محترفين في اكبر دول العالم، فاحنا ان شاء الله باذن الله اقرب، خاصه ان كروش بقى قاري كويس قوي السنغال، باذن الله وان شاء الله نحقق الفوز. ان شاء الله نحققه من ارض الوطن قبل طبعا ما مباراه العوده يوم 29. بنشكر حضرتك جدا يا استاذ حسام معانا. شكرا يا فندم، شكرا. دي كانت طبعا ابرز منشطاتنا وتعليق الاستاذ الناقد الرياضي استاذ حسام الغرباوي على المنشطات اللي معانا. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر على هذه التغطيه الصحفيه المتميزه، وصباح الفل عليكي وعلى ضيفك الكريم. طيب دي كانت الفقره الاولى بما تحمله من اخبار خاصه طبعا عن المنتخب والنادي الاهلي وغيره من الاخبار. هنروح فاصل ونرجع ونبدا مع كابتن فتحي نصير اولى فقرتنا الحواريه، خليكم معانا. طب زي ما احنا كده عارفين خلاص يومين او 48 ساعه تحديدا بتفصلنا عن مباراه وحدث كبير جدا، والعديد والملايين من المصريين وغير المصريين منتظرين، وان شاء الله يكون ربنا معانا. بس مهم قوي ان احنا برضو كده نعمل قراءه النهارده وهذه الفقره، ونحاول نفهم مخ كيروش. كيروش رجل استطاع ان هو مؤخرا يكتسب ثقه العديد من المصريين، حتى الناس اللي كانت بتشكك فيه. خلينا نعرف اكتر، نحاول نفهم دماغه اكتر، نحاول نتطلع ونفهم ايه اللي هيحصل على الارض يوم الجمعه ان شاء الله، ايه الصعوبات والتحديات اللي بتواجه منتخب مصر، ايه نقاط الضعف اللي عند السنغال اللي ممكن نشتغل عليها، كل ده. بس خلينا نرحب في البدايه كابتن فتحي نصير نجم الاهلي السابق. طبعا مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا. ازاي مساء الخير؟ انا ليه مركزه في مساء الخير؟ مساء الخير فرتين، مساء الخير المفروض صباح الخير. صباح الفل كابتن فتحي، وسعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا، وطبعا اكيد كلامنا يعني اغلبه هيكون بيدور حوالين لقاء مصر والسنغال. في ضوء المعطيات المتاحه، وفي ضوء متابعه حضرتك لمنتخب مصر في الفتره الاخيره، وكمان في ضوء التغيير الشبه جذري اللي شفناه على كارلوس كيروش ما بين تصريحاته وما بين خططه في المباريات الاخيره، هل ده بخليك مطمن على ماتش يوم الجمعه ولا قلقان منه اكتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ما نقدرش نقول ان ما فيش حد مش قلقان. طبعا اللي ما يقلقش يبقى مش واقعي. صح. فاي مباراه كره القدم ايا كان الخصم وايا كان المنافس وايا كان المباراه البطوله نفسها وايا نعم ايا كانت البطوله ايا كانت البطوله ايا كان وضعها خارج الديار جوه الديار على ملعبنا بره ملعبنا، الحاجات دي كلها لازم تكون قلقان اي مباراه، لانك كلها انت بتنزل مباراه والنتيجه 0-0، كل واحد عنده نقطه، فكل فريق بيحاول ياخد النقطتين التانيين من الفرقه الثانيه، لكن انت اصلا معاك نقطه وهنا معاه نقطه. فانك بتلعب مباراه زي دي، مباراه مش عاوزين نقارن بين كاس امم افريقيا. بشوف ناس كتير وبعض الزملاء برضو في القنوات بيقولوا مثلا احنا في افريقيا عملنا ايه ولعبناهم ازاي، دي قصه ودي قصه، يعني ده حماده وده حماده تاني. بس هو حماده الاولاني برضو كان في شيء مرضي، اللي هو ان انت شفت فيه هارموني مبدئيا كنا مفتقدينها لفتره، شفت كل لعيب في مركزه الطبيعي المنطقي اللي بيقدر يكون يعني بيدي فيه، عشان لعبت ست مباريات ورا بعض فجالك الهارموني بيعيشوه، اللي هو بيعيش اللاعب المصري عايز فتره عشان يعيش. انت دي مباراه واحده، انت قطعت دلوقتي، يعني قطعت حبل الوصال دلوقتي من كاس امم افريقيا من فبراير اول فبراير لغايه دلوقتي، فدخلنا في شهرين، الشهرين دولت كتيره ان الفرقه، فهي المباراه دي مباراه لازم احنا يعني ننظر لها نظره تانية ونحسبها بحسبه تانية
ونشوفها بعيون تانية غير العيون اللي شفناها في البطولة الأولية. ناخد بس شوية أرقام كده أو شوية حاجات دلائل على البطولات اللي هتقول لي غريبة ليه. لو أقول مثلا فرقة السنغال خدت، هي صاحبة اللقب كأس أمم أفريقيا. طب أقارن بقى، هل كأس أمم أفريقيا دي الفرق اللي كسبوه قبل كده راحوا كأس العالم في نفس السنة؟ هلاقي من مثلا من سنة 70 لغاية سنة احنا دلوقتي 2002. لا 2002 ازاي؟ ايه 20 ده انت رجعتنا زمان قوي كده. 2022 لا لا بس كانت الدنيا اروق سيبك. 2022 يعني دخلنا في كام؟ 50 سنة تقريبا. في ال 50 سنة دول ثلاث فرق بس اللي خدوا كأس افريقيا وراحوا كأس عالم. هتقول لي مين هم؟ هقول سنة 74 زئير خدت كاس افريقيا، وكان هنا البطوله يعني كانت ما بيتقالش اسمها من سنين. مش كده برضه؟ يعني ده الكلام ده 74 لما خدت كاس افريقيا وراحت كاس العالم. وكان في الزمن ده فرقه واحده بس من افريقيا بتروح كاس العالم فرقه. اوكي طيب رحنا نيجي بقى ل 94، يبقى من 70 74 ل 94 كانت البطوله دي مقامه في تونس. سافرت نيجيريا راحت كاس العالم. وكان في البطوله دي ثلاث فرق هم اللي بيروحوا من افريقيا، من افريقيا نيجيريا خدت كاس افريقيا وراحت كاس العالم. بس بقيه السنين اللي فاتت دي ما حدش جمع بين الاثنين. وبعدين جينا 2002 كانت البطوله في مالي اللي خدت البطوله الكاميرون وراحت كاس العالم. بس في البطولة دي كان بيسافر خمس فرق. يبقى في 2002 كان 2094 كانوا ثلاث فرق، بعد كده في 2002 بقوا خمسة، بقوا خمسة. من الخمسة دولت منهم اللي هي الكاميرون اللي جمعت بين البطولتين، وكانت برضو بتلعب في نهائي البطولة في الكاميرون في باماكو عاصمة مالي. طب يعني اللي حضرتك تفضلت بيه ده دليل على ايه؟ يعني هل هو شيء مطمئن بتقوله؟ ما انا هقول، انا هقول كده. فدي دايما الفرق اللي بتروح قليلة جدا اللي بتجمع بين الاثنين، ده احنا حسبناهم ثلاث فرق. فدي لصالح مصر. طيب يبقى في نقطة إيجابية لصالح مصر بالأرقام بتقول إن الفرق دي، لأن ده تاريخ ودي حاجات متكررة ودي تجارب وكده، بتبقى واضحه. طيب نقول بقى دلوقتي، طب ايه تاني اللي في صالح مصر؟ الجمهور. هو مهم جدا ان يكون في جمهور يؤثر، بس عندنا ايجابي وهيؤثر سلبي عليهم لانهم هيهتزوا ب استاد القاهرة. أنا عندي نقطة هنا كابتن فتحي لو تسمح لي، لأن كان معانا برضو امبارح كابتن ياسر، أو أول امبارح امبارح، وهو كان بيتكلم عن نقطة الجماهير. هو له وجهة نظر مختلفة، هو بيرى أن الضغط الجماهيري المصري على أرضنا ربما يعمل انعكاس سلبي على الصعيد الآخر، وبيشوف النقيض هناك لو لعبنا مش هناك هيبقى فيه بتتفق مع ده؟ أنا أختلف، بس هيك تتفق ولا بتشوفها لا ازاي؟ لا هي بتعتمد على اللعيبة، ما يأثرش على أي لعيب. هو في لعيبة بتتأثر بالإيجاب وفي لعيبة بتتأثر بالسلب، فدي ما نقدرش إن احنا نحكم عليها حكم قاطع. بس دايما الجماهير بتاعتي بتبقى سند وظهر ليا وتشجيع ليا، من إمتى الموضوع بيبقى كده يعني؟ هخرج منها بحاجة برضو، خليني أنا يعني هتكلم كده دايما بقول بأرقام وبنقط. من كأس العالم 90 لكأس العالم 2018 عملوا إحصائية إن يشوفوا من 90 ل 2018 عملوا إحصائية ليه الفرق الكبيرة في كأس العالم فرقة بتكسب فرقة اللي بيلعبوا نهائي، ليه الفرقة دي بتكسب الفرقة دي؟ الفرقة دي عندها أحسن إعداد نفسي وأحسن إعداد بدني وأحسن إعداد مهاري وأحسن إعداد خططي، وعندهم مدربين كويسين، والفرقة التانية نفس القصة. طب ايه اللي بيفصل بيخلي ودولت عندهم لعيبه مهاريين ودولت عندهم لعيبه مهاريين؟ طب ليه؟ وعندهم خبرات وده عندهم خبرات. اللي بيفرق هنا ايه؟ لقوا ان 50% اللي هي اللياقه الناحيه البدنيه والناحيه المهاريه والناحيه الخططيه دي 50%. تقول لي ال 50% الثانيه ايه؟ اقول لك
الروح القتالية الفايت سبيريت. في حرج بقى للنقطة بقى اللي بنقول عليها للجماهير تأثر ولا لا. لو لعبة مصر الفايت سبيريت أو الروح القتالية عندهم عالية جدا هتعوض كتير، واللي بيساعد وبيشعل الروح القتالية الجماهير. بس لعيبة المنتخب اللي هم أدرى الناس بمدى اشتياق الجماهير لمشاركة منتخب مصر في كأس العالم، هل كانت الروح القتالية مش حاضرة بقوة الفترة اللي فاتت بدليل ان احنا حطينا نفسنا في الوضع اللي احنا فيه وبقينا مضطرين ان احنا نفوز على المريخ ونفوز على يعني لا ماشي انا بكلمك على المبدا نفسه بعد اختلاف البطولات، انا بكلمك على المبدا نفسه. ليه ساعات بنشوف ان في بطوله مهمه جدا الناس كلها متعطشه لتواجدنا فيها وللمشاركه بقوه ونديه فيها، وتلاقي ان الروح القتاليه مش حاضره كما ينبغي؟ ما هي دي بقى اللي بتختلف. ازاي بقى المدرب يعد الفرقه؟ الاعداد ما يكونش اوفر كونفيدنس، ما يكونش الثقه اكتر من اللازم اللي هي الغرور، ولازم يعدوا الاعداد النفسي الصح اللي يشعل الطاقات المكنونه اللي جوه كل لاعب فيهم يطلعها. طاقات مكنونه هي موجوده بس مكنونه، بقول لك ايه يعني هاديه، ازاي انت تشعلها؟ ازاي انت يعني زي مثلا انت بيقول لك ايه الجهاز المناعي في جسمك امتى يتحرك؟ لما يخش عليه جرثومه ولا حاجه. يبقى بالتالي ده امتى الطاقه المكنونه دي تطلع؟ باعداد نفسي صح، بجماهير تشعل يعني زي البنزين تشعل الحماس ده، فبيديك الناحيه النفسيه. انت لو انت عندك روح قتاليه ضمنت ال 50%، ال 50% دي هتتفوق فيها على السنغال، يتبقى 50% الثانيه. انا مش عايزهم بقى ما بين مهاره ما بين شوط ما بين تكتيك، هم جايين لك برضو وعندهم نفس الروح القتاليه وعندهم نفس الهدف. ايوه بس هيبقى ناقصهم حاجه في الروح القتاليه، الجماهير. الجماهير طبعا، لان الجماهير دي مهمه. فانا برجع للنقطه مختلفين برضو، يعني انا اروح مع حضرتك طبعا نقطه ما فيهاش جدال، ولكن دول برضو عندهم لعيبه بتلعب في اكبر انديه في العالم، باريس سان جيرمان وتشيلسي، عندهم اكبر واحسن حارس مرمى في العالم، عندهم عناصر قويه جدا. تمام. على الصعيد الثاني، لو انا بديت كلامي حضرتك فكره، انا قلت انا عايزه اركز على نقاط الضعف عند السنغال عشان اقدر ان انا استفيد. السنغال ايه نقاط ضعفه غير مثلا زي ما بيتقال البعض ان السيسي هو اللي عنده مشكله كمدير فني، هو اصلا الناس معترضه على وجوده، وعندهم مثلا اللي هو اللاعب الباك رايت برضو مش احسن حاجه، فهل دي النقطتين بس الضعاف ولا في حاجه ثانيه؟ المباريات دي يعني الحاجات دي بتدوب خلاص، ما ملهاش علاقه، ما بتاثرش كتير. لكن المباراه هتبقى خططيه 100%، تكتب فيها هيبقى عالي جدا، والخططية بين كارلس كروش وسيسي، والسي قديم مع الفرقة. يعني بس لم يحقق النتائج المرجوة منه برضو، يعني خلينا نقول يعني لا، البطولة اللي قبل كده وصل نهائي، والبطولة دي وصل نهائي، وصل نهائي بس دي أول مرة. طب تمام، وصل نهائي في بطولة، والبطولة اللي بعدها وصل نهائي وكسب، يعني ما نقدرش. وبعدين تصنيف أول على مستوى القارة هي السنغال، تصنيف اول. على يعني ذكر برضو ان هي هتكون مباراه خططيه في المقام الاول بين الاثنين مدراء، خططيه 100%. هل ممكن يفاجئنا كارلوس كيروش بطريقه لعب مختلفه بخطه مختلفه، ولا تعتقد انه هيلعب بالتشكيل المعتاد وبطريقه 4-3-3 بشكل معتاد؟ ما هو ما عندوش غير 4-3-3 او 4-2-1-3 او 3-1. طب يعني لا اما 1-3 او 3-1. هل تعتقد انه هيلجا لان هو يعني يقفل خط الوسط ويراهن على المرتدات، ولا بالعكس هيبتدي بهجوم قوي من اول دقيقه في لا المباراة؟ هي دي يراهن على المرتدات دي هتكون في هم مش هيقدروا ان هم يطلعوا كتير بره ملعبهم، فدي ممكن بتبقى في السنغال في دكار الماتش الثاني بقى عاصمه السنغال، هتكون البطوله هناك. الماتش الثاني ممكن المرتدات تنفع في الحاجات دي لان هم هيهاجموا جامد. دايما الجماهير بتحمسك فبتخليك تهاجم طبعا، وبتشجعك انك تروح، فلما بتشجع عن كده فبيحصل مساحات. الهجمه المرتده عايزه مساحه. امتى تتخلق المساحه دي؟ لما الفرقه الثانيه كلها تيجي عندك. فالفرقه الثانيه كلها تيجي عندك امتى؟ وقت ما يعني احنا بنقول في السنغال هيحصل، وممكن في ماتش يوم الجمعه تحصل، يعني يضغطوا عليك جامد عادي، يبقى عندك هجمات مرتده. مباراه
ما نقدرش نقول كتاب مفتوح. كتاب يعني ما نقدرش نتوقع السنغال هتهاجم من الدقائق الاولى ولا هيبقى عندها خطه دفاعيه ولا احنا متوقع مننا حتى هندافع ولا هنهاجم. احنا الدفاع عندنا يمكن اقوى بكتير بس برضو احنا محتاجين هجوم من الدقائق الاولى وحسب. ما هي دي النقطه بقى، تقول لي طب ايه اللي يقلقني؟ احراز الاهداف، لان احنا في السبع مباريات اللي اتلعبوا في كاس امم افريقيا سجلنا اربع اهداف. سجلنا اربع اهداف في ايه؟ في ثلاث مباريات، يعني إذن أربع مباريات لم نسجل فيهم هدف. فدي طبعا اللي احنا وصلنا فيهم لضربات الترجيح. أيوه. طبعا هو ده إنجاز إن وصلنا لضربات الترجيح من ناحية اللياقة البدنية والالتزام الخطة الدفاعي وكده، لكن أين الدور الهجومي؟ ما هي دي بقى النقطة. هي دي النقطة بقى. وأي حاجة غير كده أعتقد هتغضب الجماهير، إحنا محتاجين نهاجم، محتاجين نشوف يعني ماتش في الدقائق الأولى بيحسم، ده المتوقع. وخصوصا إن برضو في حتة أنفير في اللائحة موضوعة، إن إحنا لو حصل إن إحنا مجموع النقاط ما بين وما بين السنغال قد بعض والأهداف قد بعض، هيمتد الوقت إضافي نص ساعة على الشوطين ثم ضربات ترجيح. إذن هم هيلعبوا نص ساعة زيادة في ملعبهم أكتر من هنا، ودي أنفير، دي مش يعني ما فيهاش عدالة. يعني المفروض كانت اللائحة توصل لضربات ترجيح على طول في الوقت، لان انت لعبتني 90 دقيقه اروح العب هناك 90 دقيقه. حصل تعادل ما لعبتش وقت اضافي، يبقى لعبت نص ساعه بره ملعبي، ودي ما هياش فيها. لا، موضوع اجهاد اللعيبه ده طبعا، وعلى فكره شفنا له انعكاس في ماتش مصر والسنغال في نهائي افريقيا، وكانت اللعيبه بتاعتنا مجهده جدا. هل اللقاء السابق اللي جمع ما بين مصر والسنغال في افريقيا نقدر نعتمد عليه كمرجعية ورؤية واستشراق للي هيحصل يوم الجمعة؟ لا. ولا مش بالضرورة؟ لا لا لا، كل مقام دي صفحة ودي خالص. لأن ده نهاية، ده كان المباراة رقم 7 للفرقتين. المباراة رقم 7 أنت مستنفس فرقتك بدنيا، مستنفس فرقتك في إنذارات لعيبة ما بتلعبش، وفي إصابات لعيبة ما لعبتش. فإذا دي قصة، عشان كده بقول لك عايزين نفصل خالص. صحيح. بين هذه البطولة وهذه البطولة، دي مباراة لها حساباتها الخاصة يعني، ولها فكرها الخاص، ولها يعني كل مدرب. أنا بقول لك نمرة واحد مباراة خططية، نمرة اتنين توفيق اللاعبين داخل الملعب في تنفيذ بقى الخطة اللي هيقولها المدرب. ما هو مش معنى إن أنا مدرب بعمل خطة ما لازم اللعيبة تنفذها. طب لو اللعيبة ما نفذتهاش يبقى ما فيش، يبقى قدرة اللعيبة في الفرقتين اللي هينفذ كلام مدربه هو اللي هيتفوق وهو اللي هيكسب فرقته. طيب احنا ينقصنا ايه؟ التسديد على المرمى، ودي آفة في الكرة المصرية، في كل مصر، في كل أندية مصر. دي التسديد على المرمى من ضمن أساسيات أي فريق عايز يكسب بطولة. طبعا لازم من ضمن الحلول التسديد على المرمى، من ضمن الحلول الاختراق والتسديد، من ضمن الحلول الكروسات ثم التسجيل بضرب الرأس، بضرب الكرة بالرأس بتلعب على الونجين. الكلام ده كله هو ده اللي احنا نقدر نعمله، لو عملناه ربنا هيسهل ان شاء الله الماتش ده. بس احنا محتاجين برضو نفهم شويه فنيات اكتر، بس هنروح فاصل ونرجع مع حضرتك تاني كابتن فتحي علشان برضو نشوف يعني المتوقع، مثلا تريزيجي ولا عمر مرموش، متوقع الدقائق الاولى مثلا مين اللي ممكن يكون بيسيطر، يعني الفنيات كلها والتاكتكس والحاجات اللي زي كده. اعتقد من حقنا ان احنا ما نتدخلش فيها قوي، بس على الاقل نحاول ان احنا نقراها. فاصل سريع جدا ونرجع نكمل. عارفه دي ما اللي هو على كل حال خلينا بس نكون واقعيين شويه، لان انا بحب دايما الصراحه لما نيجي نتكلم، وتحديدا لما نتكلم عن يعني منتخب مصر. في ناس كتيره جدا متخوفه، وفي ناس كتيره جدا عندها قلق، وفي ناس كتيره جدا لا تثق، وفي على الصعيد الثاني بالعكس ناس عندها ثقه كبيره جدا في كيروش، ناس عندها ثقه كبيره جدا في المباراه، وناس مطمنه ومتفائله. كابتن فتحي، المفروض نميل لانهي كفه وليه؟ نمره واحد يكون عندنا ثقة في الله وفي أنفسنا كفريق، والجماهير تكون في أنفسنا، ثم نبحث عن التوفيق، ثم التوفيق، ثم التوفيق. يعني هي مباراة توفيق بقى مش لا، ما هو التوفيق لإيه؟ التوفيق للمدرب اللي هيختار الفرقة، والتوفيق للعيبة اللي المدرب هيختارهم، التوفيق للمدرب في اختيار
طريقه وخطه لعب المباراه، نقط القوه والضعف، ازاي ابدا، هل ابدا اهاجم، هل ابدا ادافع، هل ابدا في اتزان بين الدفاع والهجوم، هل طرق اللعب اللي داخل المباراه وخطه اللعب اللي داخل المباراه اللي هتتغير كل شويه هتعتمد على نوعيات معينه من اللعيبه، اني اللعيبه اللي هبدا بيهم واني اللعيبه ممكن ان انا هغير فيهم بعد ما اقسم المباراه الى اجزاء على حسب اداء اللعيبه وعلى حسب نتيجه المباراه، ان انا بقسم المباراه فبضطر ابقى عندي اسلحه بره ان انا اغير فيها. لو حضرتك كل ده الاختيار كنت هتبتدي بانهي اسلحه؟ ابدا بالاسلحه اللي هتكسبني، يعني كل مدرب من وجهه نظرك، من وجهه نظري تكسبني اللي يقول. يعني بص يا كابتن كريم، بشوف ناس في استوديوهات الافتراضيه، يعني ايه الافتراضيه؟ كل حاجه في الاستوديو نفترض هيلعب بفلان، نفترض، انا ما افترضش، انا انسان عقلاني اقول للمدرب مش انا ما افترضش، انا ما دخلتش مكانه. فالسؤال اللي حضرتك بتقول عليه ده طبعا صعب جدا بالنسبه ليا. ليه؟ لان مش انا المدرب، مش انا مش عارف حاله اللعيبه. انا دلوقتي حاله، يعني هو الشك ما بين الناس كلها بتفكر تريزيجيه ولا عمر مرموش. هو بيحب عمر مرموش يحب عمر، بس الصح تريزيجيه ولا عمر مرموش؟ ما انا جيت على طول للمكان اللي احنا بنفكر في ده او ده. مين اللي هيحكم فيه؟ هو كروش، لان هو هيبقى عارف حالته دلوقتي ايه. هل هيقدر يديني شوط واستعيد بعد عمر، استعيد بتريزيجيه ولا ابدا بتريزيجيه ولا ابدا بلاعب واحد بس والتاني يبقى هناك؟ كل مباراة محتاجة نوعية معينة من اللعيبة اللي هتنفذ الفكر الخطط بتاعي. أنهي الأهم يا كابتن فتحي؟ يعني في النوع ده من اللقاءات، هل التخطيط والتكتيك واختيار تشكيل نموذجي، يعني ده اللي بيبقى له اليد العليا والغلبة، ولا إمكانيات وقدرات اللعيبة أكتر؟ مين اللي أهم في معادلة من النوع اللي احنا بنتكلم عليه؟ الاثنين. الاثنين إزاي؟ مهم اللعيبة هي اللي هتنفذ والفكرة أنا. يعني يقول لك ايه، انا المخ وانت العضلات. فانا بفكر لك ايه اللي هيوصلك للطريق ده. حلو، لو المخ بقى شغال زي الفل والعضلات بعافيه، لا برضه ممكن مش الواحد يعمل شغل الى حد ما. لا لا لا، يبقى ما تنجحش، ما يحصلش. لا لا، ما هو في اجهاد عندنا برضه كابتن فتحي، خلينا نبقى صراحه، عندنا اجهاد ومش قليل. ودي نقطه سلبيه بالنسبه لنا، ان معظم اللعيبه وخصوصا في الدوري المحلي، مش الاجانب، اللعيبه اللي بيلعبوا محترفين، ومش عايز اقول بقى كمان اللعيبه المحترفين واللعيبه، ما احنا محترفين هنا، يعني محترفين تنطلق على ال 11 لاعب اللي هيبدا بيه المباراه. لان مثلا عندي الشناوي حارس مرمى، محترف ولا مش محترف؟ محترف اكيد، يبقى صلاح الدوليين الدوليين. فاحنا بنقول المحترفين محترفين، او نقول اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الخارجي، في الدوري الاجنبي، لكن بيلعبوا الدوري بره لانهم محترفين. لكن انا عايز اقول إمكانية اللعيبة اللي عندي المجهدة، اللي هي زي النوادي بتقول إن اللعيبة مجهدة، الدوري المحلي أجهد اللعيبة، ودي سلبية على منتخب مصر. يعني كان في دوري محلي أجهد اللعيبة، واللعيبة كان بتلعب في بطولات أفريقيا اللي هم لعيبة أهلي وزمالك، فإذا وبيراميدز والمصري، كل دول بيلعبوا، بس المصري مفيش لعيبة منتخب، إذا الثلاثة دولت فيهم لعيبة منتخب. طب اللعيبة دولت اللي هم بيلعبوا في بطولات افريقيا، بيلعبوا في الدوري، وبعدين هيلعبوا هنا. طبعا لعيبه مجهده، بس مجهده من ناحيتنا، مش احنا اللي يعني مش مجهده بمزاجهم، لا، غصب عنهم انهم اجهدوا. فكنا احنا ممكن نلاقي فكره تانية، نقلل عدد ماتشات الدوري بتاعنا عشان ان اللعيبه ما يكفي عليهم بطولات افريقيا وبطل الماتش ده لغايه ما يفوقوا الماتش ده. لكن ارجع اقول لك، في النهايه ما هو إلا التوفيق. التوفيق هيخليك تتغلبي على كل حاجة. الطاقة المكنونة اللي جوه جسمك دي واللي جوه بدنك دي اللي هتطلع، كل ده اللي هيخلي كل لاعب فيهم إزاي يتحرك. حماس الجماهير دي هتخليه إزاي يتحرك. طب لو أنا قارنت الفترة دي بفترة برضو يعني إجيلكو كابتن فتحي، ما تحكي لنا كده أو قارن، يعني خلينا نعرف الأجواء زمان كانت عاملة إزاي، وبرضو كانت الضغوطات موجودة وكان الإرهاق بيبقى موجود، وطبعا مش زي دلوقتي، بس كان برضو بيبقى فيه تلاحم وغيره للمباريات. خليني أعرف من حضرتك كنت بتتخطوا ده إزاي. هم هقول لحضرتك، زمان ما كانش فيه إجهاد خالص إطلاقا،
ده كان ماتش كل فين لا يعني ليه؟ لانه كانوا زمان كانت 12 فرقه بيلعبوا او 14 12 فرقه، يعني انت بتلعب 22 مباراه. الدوري كان 12 وبعدين بقى 14، يعني انك بتلعب من كل 7 و7 ل 14 بتلعب 6 مباريات، 6 مباريات يبقى دخلت لك في 12 مباراه، الثاني او 14 مباراه و14 تانيين ادي 28 او 26 مباراه، عدد قليل. انت دلوقتي بقى 34 مباراه الدوري نسبه كبيره قوي، بطولات افريقيا نسبه عاليه قوي. يعني انتوا عاذرين الجيل الحالي برضه يعني لحد لا 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 بس في المقابل برضه كانت مباريات الدوري والكاس المحليين كانت الفرق معظمها ان ما كانش كلها كانت تقيله في ذلك الوقت. ما كانش عندنا مباريات تقيله برضه، ما كانش فيه محترفين. مباريات كانت قويه بس ما كانش فيه احتكاك، ما كانش فيه ادوات ولا اعداد ولا الكلام ده كله. يعني كنا بنفتكر مثلا في البطولات اللي زي دي، في تصفيات كاس عالم او بطولات افريقيا، كنا بنلعب الفرق الاحمر ضد الاخضر، فرقه حمراء وفرقه الاخضر، بنلعب فرق درجه ثانيه، بنلعب فرق مثلا مع الانديه، مع منتخبات المناطق، منتخب اسكندريه مع منتخب مصر، يعني ما كانش فيه الاحتكاك والكلام ده كله. فما كان فكره الاجهاد دي ما كانتش موجوده، وفكره الاصابات كمان ما كانتش موجوده. لان انا فوجئت او مش فوجئت، حاجه غريبه لما بص يقول لك الرباط الصليبي انتشر. يعني اشوف واحد في الجيم داخل النادي عنده بالظبط 10 سنين بقول له انت ايه يعني في ايه وكده، قال السجل الصليبي عنده 10 سنين 10 سنين 10 سنين طب ده ليه؟ يعني مع ان الملاعب افضل، المفروض في تطور في التدريبات وغيره. هو التحام بقى مش مظبوط، التحام ايه انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. لكن زمان فعلا انتشر، زمان زمان ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه اصابه يعني. لا ما لا، واللي كان يجي له صليبي زمان كانت حدوته كبيره. انا ما افتكرش حد جاله صليبي زمان، ما افتكرش. لا ما افتكرش. ده انا بطلت بسبب ظروف، وظروف عادي مش ظروف صليبي. يعني بطلت كوره، مش ان انا لعبت كوره. دلوقتي الغضروف بعد شهر بتلعب. طبعا انت ما فيش ايام الحرب، حط رجلك في جبس وبطل وكده وبتاع. زمان كنت بعد فرقه النادي الاهلي مثلا او فرقه منتخب مصر، ما افتكرش حد كان بيبقى مصاب، ما افتكرش. يعني لو واحد مثل يعني ايه، يعني لو واحد جاله انفلونزا يجي يحاسبوني وانا مدرب، يقول لك جاله انفلونزا ليه؟ زي دلوقتي بنحاسب الدكتور او بنحاسب المسؤول لما بيجي له كورونا، لانه كورونا هو مش ملتزم بنفسه. فاذا الاجهاد ده ما كانش موجود. الوضع يختلف، مقارنه ظالمه ومقارنه صعبه جدا ان احنا نقول. على كل حال نتمنى كل الخير ان شاء الله يوم الجمعه. كل امنياتنا بالتوفيق طبعا لمنتخب مصر، وان شاء الله مصر تحقق نتيجه ايجابيه باحسن اسلوب. واقول ان المباراه لن تنتهي الا يوم 29. صحيح صحيح. الصعود ايا كانت النتيجه، ايا كانت النتيجه، ما حدش يقول طالما الكره في الملعب لسه موجوده اعتبر ان ده شوط. ايا كانت النتيجه، مين سجل مين ما سجلش، مين ضيع مين ما ضيعش، ال 90 دقيقه، وال 90 دقيقه هنا وال 90 دقيقه هناك، او ال 120 دقيقه هناك لو لعبوا وقت اضافي، لو كده هقدر اقول ان احنا التوفيق ثم التوفيق ثم التوفيق. افتكروا الكلمه دي ونسال الله التوفيق. ان شاء الله. نورتنا كابتن فتحي، بنشكرك على وجودك معانا. ربنا يديك الصحه والتوفيق باذن الله. زي ما كابتن فتحي بيقول، احنا هنسيب حضراتكم دلوقتي مع اخر فقره النهارده، وكريم مع دكتور دينا هيتكلموا التوبيك بتاع النهارده زي ما كنا بننوه في بدايه الحلقه، مهم جدا لان احنا بنعاني منه كلنا بمختلف كمان الاعمار السنيه. يعني الخمول والتعب اللي بنحس بيه رغم ان احنا ممكن ما نكونش عملنا اي مجهود. طب ده راجع لايه؟ اكيد راجع ليه مشاكل كتيرة جدا، هنعرف ازاي كمان نقدر نتغلب عليها من خلال الفقرة الطبية. انا هشوف حضراتكم ان شاء الله الحد الجاي وحلقة جديدة 10 صف الاهلي. يا اهلا بكل حضراتكم في اخر فقرة في حلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الاهلي، الفقرة اللي هنتكلم من خلالها عن موضوع مهم جدا الحقيقة. شوية ظواهر كده بقت منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة حتى بين الشباب الصغيرين في السن. أنا بكلم حضراتكم عن الشعور بفقدان الطاقة والشعور بالتعب والشعور بالخمول بصفة مستمرة. طيب إيه اللي نعمله عشان يعني نبعد بقى عن النوع ده من الأحاسيس والنوع ده من الطاقة المفقودة؟ ده اللي هنعرفه من دكتورة دينا أبو السعود اللي منورانا في حلقتنا النهاردة. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله يا رب دايما.
حتى الشباب الصغيرين في السن، يعني تلاقي واحد مثلا عنده 19 20 سنه يقول لك مش قادر. ايه مش قادر دي؟ ايوه صح. ازاي وايه اللي خلى الظاهره دي منتشره للدرجه دي؟ الظاهره دي منتشره يمكن عشان حاجات كتيره قوي، يعني الاكل اللي مش صحي، والشباب دلوقتي طول الوقت بياكلوا بره. الام ليها دور اساسي انها لا، مش كل يوم اكل بره، لازم تاكل خضار في البيت، لازم تاكل سلطه في البيت، الحاجات دي مهمه جدا للنشاط جدا. عدم شرب، بينسوا يشربوا ميه، الميه مهمه، الميه اساس كل حياه للخلايا كلها. طيب رجوعا برضو للنقطه الاولانيه، طب ما انا بره باكل اكل برضو، يعني ممكن يكون نفس الاكل اللي باكله في البيت، ولا عشان طريقه التصنيع؟ لا، طريقه التصنيع، وبعدين الاكل اللي بره الاحلى اللي بيبقى يعني. صح طبعا. اصل هاكل سلطه بره، ما في سلطه، ماما بتعمل لي سلطه في البيت، هاكل سوتيه بره، ما هو لا، انا هاكل بقى الاكل الدسم. فكل الحاجات دي بتأثر جدا على النشاط. ومهم ان اي حد يعرف يسرع سرعة الايض. التمثيل الغذائي من غير تمثيل غذائي، فعلا كل مرة اقول مفيش حياة. التمثيل الغذائي ان الاكل يتحول لطاقة، دي عملية قوية جدا. العملية الهضم محتاجة تمثيل غذائي. يعني لما اكون فقد الطاقة ده معناها اوتوماتيك ان انا عندي مشكلة في الايض بتاعي، في التغذية. في التغذية طبعا. تمام. وسرعة الايض وعدم النوم، يعني ممكن مثلا الشباب بيفضلوا 5 الصبح نايمين ويصحوا 9، ده انت كده ما خدتش يوم، ما خدتش النوم الكفاية. حتى قلبة اليوم دي غلط. طبعا قلبة اليوم لا، لان بالليل هو اللي بيحصل حاجة اسمها ديتوكسيفيكيشن او تنظيف الجسم من السموم، والكبد بينظف نفسه، والخلايا المناعيه بتنتج بالليل. وده ما بيحصلش غير بالليل بس. بالليل بس. أوكي. بالليل بس. الله، عشان كده ربنا فعلا خلق الليل للنوم. بالظبط للنوم. فلازم برضو ما يقلبوش اليوم ده. والاكل لازم يصحوا من النوم يفطروا، يعني نفطر فطار صحي. مش بقول بقى الفطار الخمسه رغيف عيش لا، نفطر يعني البيض حلو، الخس حلو، الحاجات دي كلها حلوه. لو عايزين حاجه تدي طاقه وما تعليش نسبه السكر زياده، نشويات معقده زي الشوفان. الشوفان بيدي طاقه حلوه قوي قوي، وما بيعليش نسبه السكر في الدم. وبالمناسبه الشوفان، في ناس بتاخده عشان تزود وزنها، وفي ناس بتاخده هو عشان أيوه. تنقص وزنها. مش فاهمها انا الحكايه دي. لا، هو الشوفان ما يعني بيزود الوزن لو انا خدت منه كتير. الكربوهيدرات المعقده اللي بيزود الوزن دايركت السكر المصنع. يعني طب انا بقول سلطه، انت عندك الفلفل الالوان في نسبه سكريات بس طبيعيه. أوكي. يعني ما السكر المصنع الابيض اللي بنشتريه ده بيضمر. يعني في حاله الشوفان، مش الرك بقى مش على الشوفان قد ما الرك على طريقه تصنيعه، طريق او الاضافات تصنيع. اللي بالزبط. انا بحطها معاه. بالظبط بالظبط. والاكله الرئيسيه تبقى الظهر. مش هبقى اليوم كله بره واجي بالليل اضرب الغداء بتاعي كتير جدا وانام. ده الصبح هصحى تعبان جدا. طيب يبقى احنا دلوقتي متفقين مبدئيا ان طالما عندنا مشكله بالاحساس الدائم بالخمول والتعب، ما دام ما عنديش مشاكل مرضيه. يعني لو افترضنا كده، لان حد يقول طب لا راجعوا دكتور كبد. طبعا يعني انا كل مره اقول ان انا بتكلم على الحاجات الكومن من غير مشاكل في الكبد او القلب، لان الحاجات دي والرئه والحاجات دي كلها بتعمل تعب وخمول. طيب يعني طالما التغذيه او نقص التغذيه بينتج عنه النوع ده من الامور، ايه دور المالتي فيتامينز في تدعيم التغذيه عشان ما تنعكسش بالسلب على الامور اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ لازم ناخد فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. فيتامين بي كومبلكس داعم للطاقه، داعم للطاقه، داعم للطاقه. فيتامين بي كومبلكس، فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 طبعا، الكوبالامين والفوليك اسيد والبيوتين كلهم داعمين للطاقه، بيحولوا لي الاكل اللي احنا بناكله لطاقة. فيتامين بي كومبلكس الحلو في قلب مالتي فيت، واللي بيميز قلب مالتي فيت انه فيه كل عائلة فيتامين بي كومبلكس. ممكن تشوف مكملات غذائية أخرى فيها فيتامين بي، بس بيبقى فيها مثلا 3-4 مشتقات، لا أنا عندي كل المشتقات داخل قلب مالتي فيت. هي دي من ضمن الفروقات بين نوع معين من المالتي فيتامينز وانواع ثانيه. النسب مالتي فيت. صح كده؟ النسب والمشتقات فيتامين بي كومبلكس كلها موجوده ولا لا؟ يعني ممكن انا مثلا محتاجه كوبالامين فيتامين بي، فاروح اشتري من الصيدليه الاقي موجود الثيامين والرايبوفلافين مثلا والبيوتين، طب الكوبالامين فين؟ الحلو في قلب مالتي فيت انك مش هتدوري على
انا عايزه فيتامين بي، بس مش هتقعدي بقى تبصي في مكمل غذائي او يبص في مكمل في الانجريدينتس ويقرا ان هل فيتامين بي كومبلكس كله موجود ولا لا. فده اللي بيميزنا في ألب مالتي فيت. زي ما احنا شايفين طبعا فيتامين بي بكل انواعه موجودين، بلس الزنك. الزنك مهم قوي قوي لحاجات كتيره جدا جدا الحقيقه. الزنك مهم للمناعه وبيدعم الخصوبه للرجال، والزنك مهم لصحه الشعر للنساء وصحه ضوافرهم ومع النحاس. الكالسيوم مهم قوي، الكالسيوم مهم بيساعد على تكوين خلايا العظام وتكوين خلايا الاسنان، ومهم لعضله القلب وانقباض عضله القلب. البيوتين زي ما انا قلت، وحمض الفوليك موجود داخل ألب مالتي فيت الداعم جدا للصحه النفسيه. على طول بقول برضو من اعراض الخمول وبتاع الضغط العصبي والتوتر والنفسي والكلام ده كله بيعلي لي نسبه الكورتيزول. فلما الكورتيزول يعلى، الكورتيزول هو الكورتيزون اللي بناخده من بره، لكن الجسم بينتج حاجه اسمها كورتيزول من الغده الكظريه. ده قاعد يعلى ما بينزلش، هيلخبط لي هرمونات جسمي كلها، هتخن، هيجيب لي اكتئاب شعر. لما الكورتيزون يعلى الشعر يقع. فلازم برضو مع الاكل الصحي ومع ألب مالتي فيت ندعم الصحه النفسيه بتاعتنا. اي حد يقدر ياخد ألب مالتي فيت؟ كل الناس تقدر تاخد ألب مالتي فيت، سيدات، رجال، حوامل تقدر تاخده، لانه في مرضى الضغط والسكر، مريض الضغط ومريض السكر ومريض الكوليسترول هو لا يتعارض مع اي دواء هو بياخده. هل في فئه عمريه ما ينفعش تاخده؟ لا، هو ابتداء من 13-14 سنه. انا بس عندي كونسيرن صغير جدا، اصحاب امراض الفشل الكلوي دول او التليفات القويه جدا في الرئه دول اكيد بيستشير الدكتور. اي حاجه حتى الاكل اللي بياكلوه بيبقى في حاجات معينه ينفع ياكلوها، حاجات معينه ينفع يشربوها، وحاجات لا. فهم دول بس اللي بيسالوا بس الدكتور. هو وجود يعني كبسولات فيها الـ كل انواع الفيتامينز اللي احنا بنتكلم عنها باستمرار، هل ده من شأنه إلى جانب أنه يساعد على تدعيم الصحة العامة، هل فيها أي تاتش علاجي؟ فكرة أن أنا يكون جسمي فيه كل يوم الجرعة المطلوبة من الفيتامينز المهمة، هل ده ممكن يكون بيعالج مرض ما مرتبط بنقص الفيتامينز؟ لا، ولا هي بتبقى بس مجرد حالة صحية عامة؟ طب يعني مثلا مريض السكر بيشرب قرفة، القرفة بيحس، بس معنى كده ان انا اسيب الانسولين مثلا واسيب دنيتي والادوية بتاعتي واشرب قرفة؟ لا يمكن. أوكي. لا يعني مهم قوي ان كل ممكن يكون الفيتامينات بتحسن مستوى الكوليسترول، لكن انا عندي ادوية سيولة لازم اخدها مع ادوية الكوليسترول، يعني عندي حاجات كتير بتكمل بعض ودي وظيفة الدكتور. فبليز يا جماعة ما تخلطوش الامر بين الدواء والعلاج وبين المكمل الغذائي الداعم فقط. الواحد يفضل مستمر قد ايه على المالتي فيتامين؟ ألب مالتي فيت فكرته ان هو بيتاخد لايف ستايل. اولا التركيزات بتاعته زي ما احنا شفنا على الشاشه مناسبه جدا، ما فيش تركيز عندي هيعلى. اولا انا يوميا محتاجه انتيك للفيتامينات يوميا، هل اعرف اخد الفيتامينات من الاكل الصحي؟ بيبقى صعب. وكلها بتستهلك اليوم بيومه يوم، يعني النسب دي مش بتتراكم فوق بعض، لا ده يوميا بيتم الاستفاده منها بالظبط. ولو في اكسيد بينزل عن طريق البول، لان هي الفيتامينات ووتر سوليبل، يعني ذائبه. أوكي. في الماء، مش بتخزن في الخلايا، تتراكم بقى على الكلى، على الكبد، النوع ده من الامور. لا، الكالسيوم الحلو اللي فيه، يعني ناس كتير تقول لك ايه ده، انا هاخد كل يوم كالسيوم اخف نسبه الكالسيوم تعلى في الدم. وطبعا انا ما احبش ان نسبه الكالسيوم اكيد تعلى. لكن ألب مالتي فيت فيه 70 ملي جرام اليوميا. البني ادم الطبيعي اللي مش حامل وكده، اللي حامل بتحتاج اكتر، 1000 ملي جرام. طب امال لو زادت عن كده ايه؟ لا، دي بتبقى حاجه بقى هايبر كالسيوم. يعني لو الكالسيوم عموما نسبته زادت في الجسم، بتحصل مشاكل بقى واعراض، يعني حاجات تانية. امراض صريحه بالظبط. بس الحلو في ألب مالتي فيت ان التراكيز بتاعته مناسبه ان انا امشي عليه. الكالسيوم انا محتاجه 1000، انا عندي 70 بس في ألب مالتي فيت. أوكي. انا محتاجه يوميا 1000 يوميا، انا عندي في ألب مالتي فيت 70. فآمن جدا، وكمان واخد ترخيص من هيئه السلامه الغذائيه. والفرق ده بقى هجيبه منين؟ من الاكل؟ من الاكل، اللبن، الحليب، الجبن، الزبادي، كل الحاجات دي، والبيض طبعا، كل الحاجات. أوكي. دي فيها كالسيوم، والمكسرات، بس ما ناكلش مكسرات مش بالكيلو يعني. طيب، في عندنا سؤالين وصلوا لنا من المشاهدين. سندس ابراهيم بتقول صباح الخير على اسره البرنامج، انا بحب برنامجكم جدا، شكرا يا سندس. بتقول كنت عايزه اسال دكتوره دينا، انا عندي 28 سنه ومؤخرا بقت ايدي بتترعش وبقيت حاسه ان انا مش قادره اتحكم فيها، فكنت عايزه اعرف اعمل ايه.
موضوع الايد اللي بتترعش دي موضوع كومن قوي. اولا طبعا لازم تعرف نسبه يعني تتحلل سكر اكيد السكر العشوائي والتراكمي من علامات اعراض السكر. ما دام ما عنديش الحمد لله ولا مشكله بتبقى في الاعصاب. ما هو السكر بيعمل مشاكل في الاعصاب لانه بيضيق لي الاوعيه الدمويه وبيعمل مشاكل في الاعصاب. لكن لو ان شاء الله ما عنديش اي حاجه بيبقى وقتها نقص فيتامين بي الداعم جدا للاعصاب. فبرشح لها ألب مالتي فيت اكيد. هتستخدم كبسوله واحده في اليوم. هتقدر تجيبه من الصيدليه اللي جنب بيتها. وطبعا احنا عندنا ارقام ظاهره على الشاشه لو عايزين تسالوا اكتر على الجرعات، عايزين تسالوا اسئله انا ما لحقتش ارد عليها في الحلقه، عندي كول سنتر موجود يرد على كل الاستفسارات والجرعه المناسبه وكل اللي هم عايزينه يقدروا يتكلموا عن طريق الرقم اللي ظاهر على الشاشه، ويقدروا حتى يوفروا يقول لهم الصيدليه اللي جنب بيتهم اللي تقدر يقدروا يشتروا منها كريم. سوري مش كريم، ألب مالتي فيت. جميل. ابراهيم حنا بيقول والدتي هتعمل عمليه تكميم عشان وزنها كبير، والدكتور قال بعد العمليه هتحتاج تاخد فيتامينات، فهل مناسب ليها انها تاخد ألب مالتي فيت وعلما بانها مش بتعاني من اي امراض مزمنه؟ طبعا اي ست راجل بيخش عمليه تكميم الدكتور دايركت لازم يمشيهم على فيتامينز لونج 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 تيرم، لان وقتها ما بيعرفوش ياكلوا، يعني بيبقى المعده مش متقدرش تستقبل الاكل الكافي، فلازم يمشي على ألب مالتي فيت. اكيد برشح لهم ألب مالتي فيت، او يعني لازم يمشي قصدي على المكملات الغذائيه، برشح لهم ألب مالتي فيت اللي فيه مميزات كتيره زي ما احنا شايفين على الشاشه، اعلى تركيز في الزنك، مضاد اكسده قوي، داعم للتمثيل الغذائي، داعم للطاقه والتركيز وعدم الخمول والتعب. حلو. لو انا دلوقتي باخد الحبايه دي يوميا كل يوم بعد الفطار، انت كنت قايله لنا في لقاء سابق انه بيكون يفضل انها تتاخد الصبح. صح كده؟ بعد الفطار. طيب لو قعدت مثلا شهر او شهرين باخد المالتي فيتامين بتاعي بشكل منتظم، هل هحس بشكل ملموس بشكل واضح بتغيير ما في احساسي بنفسي واحساسي بصحتي، ولا الحاجات دي ما بتتحسش قوي؟ هتحس على طول ان مودك احسن كتير. اول ما التمثيل الغذائي بيعلى عندي والميتابوليزم بتاعي بيعلى، المود بتاعي بيتحسن قوي. ده بينعكس على الحاله المزاجيه طبعا. لو ما عنديش تمثيل غذائي وما عنديش ايت، ما عنديش نشاط، ما عنديش نشاط عندي اكتئاب يعني، او عندي زهقانه يعني الدنيا اليوم هيعدي امتى وكلام. لكن وانس ان عندي نشاط وعملت كذا حاجه في اليوم، انت من نفسك مودك بيتحسن. وعايزه اقول لك كل اللي اشتروا فعلا من استاد العملاء ألب مالتي فيت كلموا عن طريق برضو الرقم اللي ظهر على الشاشه، كل سنتر بيقول لي على طول قد ايه مبسوطين، ورجعوا عملوا ري اوردر على طول سواء مثلا للام او للاب او للاولاد، واتبسطوا جدا من النتيجه. فمع تكرار استخدام ألب مالتي فيت المزاج هيتحسن، النشاط هيتحسن، المناعه هتتحسن. لو انا عندي نقص شويه في المناعه، ودي مشكله على فكره، احنا لازم نعزز مناعتنا. احنا كلنا خدنا بالنا من اهميه المناعه طبعا. بس بعد ما ظهرت كورونا مستجداتها مش بس كورونا، ما انت عندك فطريات كمان، ما كناش بنحسن التعامل مع الملف ده على خالص. اهميته انت عندك فطريات قاتله يعني الفطر في حاجات كوارث، فلازم طول الوقت ادعم مناعتي. انا لسه سامعه كان لعيب كوره في افريقيا لسه بتفرج على قناه مات من الفطر الاسود عشان عنده نقص في المناعه. فلازم طول الوقت ندعم مناعتنا، لازم نعمل وقايه. هو ايه اللي حصل والدنيا بقت مليانه فيروسات على ميكروبات على ايه؟ وايه اللي استجد؟ هو في ايه؟ ما كنا حلوين والله عايشين زي الفل. سبحان دنيا. الله يعني سبحان الله. بس ده يستدعي بالضروره ان الواحد يكون عنده وعي ويدرك اهميه حفاظه على صحته، خصوصا في يعني اوقات انتشار الاوبئه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي طبعًا للاسف. طبعا يعني. طبعا مهم قوي. ألب مالتي فيت طبعا لازم كل مره اقول مرخص من هيئه سلامه الغذاء، بيدعم جدا قصه المناعه لانه بيحتوي على فيتامين سي وبيحتوي على فيتامين اي وزنك الثلاثه والنحاس، كل دول عايزين بيدعموا المناعه. ايه الاختلافات الرئيسيه يا دينا اللي ما بين ألب مالتي فيت وبين ما شابه من المكملات الغذائيه او المكملات؟ اولا ألب مالتي فيت فيه كل مشتقات فيتامين بي كومبلكس، هتلاقي في بعض المكملات الغذائيه في مشتق او اثنين او ثلاثه بالكثير، لكن ألب مالتي فيت فيه كل المشتقات. عندي مع في ألب مالتي فيت مازج الزنك مع النحاس، ممكن تلاقي مكملات غذائيه تحتوي على زنك بس، ومش بحب ده، لازم النحاس معاه عشان يدعمه. الزنك مش هيشتغل من غير نحاس. ألب مالتي فيت داعم جدا كمضاد اكسده، في سي فيتامين سي وفي فيتامين اي، الاثنين دول انتي اوكسيدنت. فزي ما احنا شايفين على الشاشه الكابر مع النحاس، لازم السي يو دي عشان الناس ما تتلخبطش، دي سي يو يعني كابر يعني نحاس، السي اي الكالسيوم، وعندي الزنك.
انت كنت بتقفلي امتحانات الكيمستري وانت في ثانويه؟ ما عنديش ذره شك يعني. اكيد كل الناس بتغش منك وبتاع. ده بيحصل كان والله العظيم. انا اخر سنتين كنت الاولى على دفعتي، يمكن ناس كتير مش عارفه. انا كنت بذاكر كتير، حياتي كلها كانت مذاكره. كيمياء صعبه قوي دي، ده صعب. انا مش عارف ازاي بتستوعبيها بصراحه يعني. ما انا على طول من الصبح بالليل قاعده على الكتاب كده، نظري ضعف والله. بس كويس، دينا مصلحه لينا، دينا اهو استفدنا بوجودك معانا. تسلم يا كريم، ميرسي. طب هل في يعني برضو اي مفاهيم مغلوطه تحب تصححيها للناس اللي مثلا بتخلط ما بين دور المكمل الغذائي ودور المالتي فيتامين مثلا؟ اه طبعا. الناس اللي بتفتكر ان المكمل الغذائي او المالتي فيتامين ممكن يبقى ليه دور علاجي مش تدعيم للصحه العامه. لا، ده خطا شائع على فكره، وناس كتير بتقع في القصه دي. خلوا بالكم يا جماعه، لان اكيد الصحه مش بتتعوض. روشته الدكتور دي اهم حاجه. احنا بنروح للدكتور عشان طبعا الشفاء بيبقى من عند ربنا، والدكتور بيبقى عامل مساعد فقط. فهو اللي بيديك الدواء المناسب. امال مصانع الادويه معموله ليه؟ يعني مش ممكن. اكيد هو الدواء اللي بيعالج. مريض السكر لو من نوع اول من غير انسولين، شكرا. طيب الفيتامينات مش ممكن هتولدي الانسولين مثلا. مريض القلب محتاج سيوله، محتاج ادويه فيها سيوله. مريض المناعه، مشاكل مناعيه، بيحتاج حاجات كورتيزونات او مثبتات مناعه تحت اشراف الدكتور، هو اللي بيديله نسبه الكورتيزون ويمشي عليها. طب كده بقى، لو الواحد بيعاني من اكتر من مرض علاجهم يتعارض مع بعض، او جزء من العلاج يتعارض مع جزء من العلاج بتاع المرض التاني، بتتوزن ازاي بقى الحكايه ده مع الدكتور يا كريم؟ هو اللي بيعرف يوزنها. يعني الدكتور الطبيب المعالج هو اللي طبعا بيوزن الامور دي كلها، وبيعرف يدي الدوزز الصح، وان الحاجات ما تخشش في بعض. هو الدكتور فقط، مش اي حد تاني. ويا ريت الناس ما تفتي يعني، ممكن يبقى حاسه حال قالوا انا عندي كذا كذا، خد جيب كذا. لا، خد جيب كذا دي انا ما اقدرش اسمع له، انا لازم اروح لدكتور عشان يبقى يكشف مظبوط. طبعا لازم كشف، ولازم تحليل سي بي سي، وانزيمات كبد وكلى، وسيوله الدم. في قصص كتير، ما ينفعش الناس تدي دواء ان انا خبره. انا يعني عشان كده بقول لك بقى بالمره يعني ايه. تعالي برضو يعني، عشان دي انا بشوف ان هي افه موجوده عندنا ومن زمان. يعني احنا تلاقينا عيانين في وسط بعضينا، ندي لبعض روشتات والله العظيم، نصرف لبعض ادويه. هو ده اللي بقوله. ازاي؟ ما انا عارف، انا بقول لك دي نقطه لازم نعمل عليها ستريس، لان دي بينتج عنها مصايب سوداء. الحاجه اللي تمشي معايا مش بالضروره تمشي مع لا، وكل حاجه داني. طب خلاص، خدي مضاد حيوي، خدي كل يوم اخد مضاد حيوي. لا، في ادويه ما ينفعش تتاخد غير مع الدكتور. لان كثره لو انا بصحي منهم حاسه ان انا تعبان. والمسكنات، انا اعرف طبعًا. ناس تعبانه جسمها وجعها، جسمها مش وجعها، بتاخد مسكنات. ما ينفعش خالص، كل الحاجات دي بتأثر على الكلى. بس هو اي الم بتبقي انت عايزه تسكنيه في ساعتها يعني، صداع مثلا. ايوه، بس يعني مش هينفع كل يوم اخد 3-4 حبات مسكنات. ده حصل مع ناس بشوفهم قدام عيني يعني. خطر ده. طبعا ما ينفعش. في ايه بقى خطر؟ في ايه؟ لا، في حاجات كتيره يعني. المسكنات العماله على بطال، الدكتور حتى يقول لك لا، عند اللزوم المسكن، عند اللزوم. في ناس ما عندهاش الم وبتاخد مسكنات بجد، عندها زي ادكت سايكولوجيكلي. ادكت كده، انا لما هاخد يعني. ان انا ده. لكن في ناس فعلا ما عندهاش الم وبتمشي على المسكنات. يعني اتمنى تكون الظروف اللي مرت بينا في الفتره الاخيره كلنا خلتنا بقينا اكثر حرصا واكثر وعيا. وقصه كمان يا كريم، انا حاسس بحموضه معده، فحد من صحابي يقول له طب خد الدواء كذا. طبعا لا، مصايب المعده. يعني اروح لدكتور جهاز هضمي، ما هو اللي يقول لي اخد الدواء ايه؟ ما ممكن تكون انت حاسس بحموضه وانت اصلا عندك ارتجاع في المريء، موضوع اخر خالص. فمش ما ينفعش يعني ادويه الجهاز الهضمي، بروح لدكتور جهاز هضمي هو اللي يقول لي انا اعمل ايه واخد ايه وما اخدش ايه. قلب مالتي فيت طبعا داعم ولا يتعارض مع اي ادويه، لكن الدكاتره موجودين عشان يشخصوا لنا الحاله بتاعتنا. نصيحه مهمه جدا يعني، خير ختام بقى لفقرتنا دي. انت نورتينا دينا، وان شاء الله نشوفك على خير. بنشكرك على وجودك معانا. تسلم، ميرسي. وبنشكركم مشاهدينا في كل مكان. خلصت حلقتنا النهارده، ان شاء الله نلتقي على خير في يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.